سيد زواري سمير مدير دار الشباب عبد الرمضان بهذه الأجواء. أشكر القناة الإعلامية أنوان التي ترافقنا دائما في مختلف الأنشطة ومختلف التظاهرات. احنا اليوم متواجدين بفندق الفرسان للمشاركة مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية سعيدة في الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف اللي كان اليوم تحت إشراف سيد والي ولاية سعيدة. احنا شاركنا عن طريق أو كانت مشاركتنا عن طريق فرق خاصة بدار الشباب عبد الرمضان، جمعية إبداعات وترفيه الشباب الفرقة النحاسية، وكذلك جمعية الزهرات للأنشطة النسوية اللي كانت عندنا عرض فني اللي قدمناه بهذه المناسبة. السيد الحاج ميمون فارس مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية سعيدة، كان الشرف لنا اليوم بحضور السيد الوالي ولاية سعيدة والسلطات المحلية في إعطاء إشارة انطلاق موسم اصطياف 2022 تحت شعار خلي صيفك جزائري، وهذا بهدف الترويج للسياحة الداخلية هنا بمستوى على مستوى ولاية سعيدة، والتعريف بكل المتاحات التي تسخر بها الولاية من متاحات حمامات معدنية وغابات من أجل بعث النشاط السياحي، خاصة بعد توقفه لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا. يكون معكم الأنسة عيدوني خديجة. اليوم كان لنا الشرف تقديم عروض بمناسبة افتتاحية موسم الاصطياف ونال إعجاب الجميع. الشرف اليوم كبير، شاركنا في مناسبة موسم في افتتاح موسم الاصطيافي وحدة بحضور السلطات المحلية ووالي ولاية سعيدة، وقدمنا عروض والحمد لله نالت إعجاب الجميع.